شايفين وكلاس شكون اللي غادي يربح البيف. السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو اخرى مع اخوكم الشات. ورجعنا البيف اخر شايفين وكلاس. هذا بيف اللي سافر عبر الزمن، هذا بيف هذا اللي غيبقى اللي خاصو يتقرى. هذايا مالوغوزمون شايفين ما بقاوش بعد واحد الكارير ديال اكثر من 10 سنين، فالزوين والخايب ولكن بزاف ديال الزوين. جوبونس اكثر الجروبات ولا نورمالمون ديو اللي داروا باركور زوين بحال شايفين، ما كاينش وحدين اللي داروا بحال شايفين مده طويله، رغم ان النهايه كانت حزينه شويه. داك الفراق بيناتهم كتحس بحال لا ماشي هو هذاك مثلا الزوين، مي اون توكا خلاو لينا واحد لا مارك في الراب المغربي. وفي الطريق هذا فهاد لا بيريود هادي طرا لهم بيف مع كلاس ا. سو كلاس ا البيف البارتي الاولى جو بونس راوند 1 غادي يكونوا بجوج في الديسك. ولد اسفي بوس غادي يجاوبهم، غايجاوب كلاس ا. في الراوند 2 غادي يكون شوبي مع كلاس ا، وفي الراوند 3 غادي يكون سمول اكس مع شوبي. سو غنبداو براوند 1 كيف ديما، نبداو براوند 1. راوند 1 فيه واحد الديسك خطير ديال شايفين ولد اسفي بوس. هاد الديسك هذا كيعجبني بزاف انا صراحه هاد الديسك هذا. المهم الراوند الاول غيكون صعيب، الراوند الاول غادي يكون صعيب بزاف. ونبداو الراوند الاول غادي يكون صعيب بزاف، وصعيب عليا باش نحيد لشايفين صراحه، باسكو الديسك هذا كيعجبني بزاف. لا بزاف الديسك هذا، الانيرجي والجد اللي غناو به شايفين الديسك هذا بزاف بزاف بزاف. راه قلت لكم انا صعيب الديسك، عارف كلاس او ديجا تصنت لهاد البيف هذا، وعارف الديسك اللي لاح حتى هو واعر بزاف وغتمسكوا ليه، ولكن هاد الديسك هذا بزاف ديال شايفين. حيت فيسبوك نشوف شكون اللي غادي يبان. لا بزاف بزاف الطريقه باش غناو بها بزاف. شو الديسك غادي يتقلب مورال قد ما كانت قارة مع التواع تحتيكا في الراوند الاول في الرفرام سمومة. الدخل اللي غيدخل سمول اكس دابا، الدخل اللي غيدخل سمول اكس بزاف 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 احسن الكوبليات ديال علاش مخلي سمول اكس دابا، فهمتي البروجي اللي جا النكاح دا. اسمع اسم جام زوم سام كتوم كام كبوش عاد مكتوب صوري عمر زيدك عاود كوب جيب لي راب كفور باش تكوب مع مدفون فات فوت غير مدفوع مات كل حوت كان عفون ما في منك الوجه تسخون كتخور كتقول لي نشاد ستون وليت شعر تصبر بعد اللي رايك جمالك كيراك كل شي كيف فتك تترك ورجع شكارك كيدر كتقول كيدر نعم سخدم مرتر على الجيدور صلي حراب مغيب ابنا ولكبر ما تكون جاي شفت وجي زور كم شفت كليت حايف كاين ساعي استغرب يعني تحايف فك في سقر بيجيك الحايف معنك قال لي حيد عيد وفي الخارج عملي دم الحيد من
سير بيضات انا فات وليدات هكا البريا اللي جاتك من تلك المرة اللي فات حاب اللي بوز 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 يا هذا اللي بات في بوز 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 ما كنت خانو ما تحت تحتي كوف الروز من اول باقي تشرب قشبة تحت باقي ما ساليناش ناري اخي بحاجه تكون صايم كتجيك هذيك الحبه هذه وكتبغي غير شي د الماء كيغنيو بجوج او ميم طون بنفس الزربه بدا الاول بدا الثاني ودابا بجوج او ميم طون بزاف الديسك هذا مش حالة دي وانا كان عارفه مش حالة دي وبقى عنده نفس الامباكت مني كانت سنطلي مهم قد يكون نقص شوية مع الوقت ولكن باقي بنفس الجمالية من نهار سمعته تل دابا بنفس الجمالية برافو صار الديسك وار بزاف انا كنقول صراحة ما عرفتش كيفاش غادي وعارف انا الديسك it's not over ديال كلاس A وار بزاف ولكن ما نظنش غادي يقدي يحيد لي الجماليه ديال الديسك هذا طارن ما مساليش التقحبينولوج اتس نوت اوفر واش ايكون سميت الاو بي ولا شي البوم اللي كان مخرج هذا ولكن جو بونس الاو بي والديسك ما مساليش التقحبينولوجي ميوزيك ما فهمش فالك شابة ديال الطوير مسامع ما شايف محكور بحال شي كومبار تبقى القراب فوقيت الصيف وتعشر معاه شهر مارس وخاك تولي زاكتور ربطو كحاب وبيران ضيعتش كامله وكتباتك مع البلاص فوسط شيرين الرابطانة غير كراد نسيتي غادو كتقواد ديرو لكروكم لير باك الكلاس راه ناقص ولاد منساليش البنما بوس باش غنبان في ريماكس 2013 تخرجوا شي ولادي من وسط الكلينكس اوه 2013 الله خرجوا شي ولادي من الكلينكس اللي زوين في كلاس ا هو انه من الناس اللي بقاو محافظين على الاولد سكول في الطريقه ديال الاداء ديالهم سبيسيالمون في الكلاش ديال رغم ان هذه قد تقدي فوا تبرسني باسكو الا لاحظتوا لي كلاش ديال كلاس ا تقريبا كاملين بهذا السيل هذا ما كيبدلش بزاف في الكلاش ديالو تقريبا بهذا السيل هذا اولد سكول اغريسيف هارد كور وكي اتاكي بنادم ما خنقش عليك بحشيش يطرابك عندي مفتوح كتبان في كليب كتخلعك كتشم خلاقك كتدوخ خلونا متبوزاق رغيت حمونا فاسي وديك التوري كتلك وخلينا متبوزاق اللي كيدر عند كيستعملها وكتجي زويون بعد رسي لك يندي مني كيمون تركي بقى منه غير رمان خلونا عايشين ترونكيل وخا مورا مقتول منكم حطايا كالطحاب جبعني تملي كامبول ملح تتشوف ملك حقاب مني لاصق لك في المدنين ملك حساق ربك ملك تشوف يا بنص عين قبل الكلاس كتفرح كي بحال شي ليبي شاف الدار قبل الكباب كتخاف تدق تدخل تخرج بالجوان كان ربينا يما تشكان تعقول خافله على الضوء ما قريش وباغي
جيتني صاحبي خدم عقلك كومام قرينا في الصدر طبعين من لقالير ونشيك طاب وبغي الراب فرص شهر عليك الصالير كلمي غير القوقولار كيف الرجلين حيت غتهير ملك يبغيك مليح قدر دير زوين الله قدياكم بحاشي صاطة فصل المرايه شفت الشيء ديك لاص بزاف على تبرهيش ديك لاص بزاف فتشقرقين دابا قرين تاكلك موك حيت الطيور عافوك كنتي حاصق وعندك فور القحام بلا لعبروك الوقت بغاتني ديما راجل ما بغاتنيش نكون بيس الوقت حوات القلاوي كامل بقى ليها غير ابليس النكاح ديال الاولد سكول صراحه الاولد سكول لحقها وطريقه ميم سي الديسك هذا نرجعوا ل 2013 وهذا ولكن الاولد سكول لحقها وطريقه الدنيا قحبه عطيت فلوس وكاع ما بغاتش تشعره بين اللي شنو في الداخل ما عندي ما ندير بيك من برا ما كنفهمش في السوا كنعرف ديما نكون كلاس ديما نجيك فاس وصقتك بيتي معايا بلا خلاص في المغرب اللي شفت لا نوطه شحال زوينه ديما نكون بلاص ديما نجيك فاس وصقتك بيتي معايا بلا خلاص في المغرب لا شافوك خاطره كاع ما غينصحوك لا جيتي تعاق برجلي نفوك الدستر غادي نصحوك مونطاليتي بلاك مان افروكاسك واكمان وكلامي بحال شي بيت مصغر ميسكتش حتى على السنان جايا مريض مي طوبمان تكتب كاع ما تحس وما غاديرش علاش ترجع حيت درت ليك علاش تجلس ومفكرتش في هادشي قبل كاع ما تزعم تقبابي لقيتي كلاص كبر في الحمري ماشي كبر فوق الزرابي قبابي هيتشي كلاس كبر في الحمري ماشي كبر فوق السرابي كتحلم بزاف بحال انتي يدي بلا رماش حلف الحبس وجابو ليك سلطة تبات معاك في وسط الفراش كيما قبيتي كان خرج الكلاس مع سير جوجل كروم كانوا تشار بغيتي الفطور صبار اخونا تشار قال ليش نبنيك بحال شي دابة حيت بقاك غي تشز الريحة طاش اولويز ديما غيبقى يكال عليك الخلز كجام طويل طويل يمكن كاع من اغاني ام كلثوم كجامك طويل صراحة والكجام المهم واخا التعبير مجازي ولكن كلاس اي كيكتب كلاس اي وشفناه في الكلاش مع المورفين وداك الشيء راه كيكتب الا بغى الا فاش كيكلاش كيكتب الصاط كنت جديد اجي تشوف لي معايا في 100 متر الكلاس في الشاشه وصاي لي اللي شاد الاوركسترا قريب شكرا لي الفلسفه بحال لمبو في البار شحال كنتي غندي فيك تنوبة ودير راش قصار كنت انت باغي تكريس وانا في ديما طراك كنت روا بعرف شو الراب غا ملي توفى تشوف با كنت تشوف كلام لاك بيس اوف كيك كراش في من القلب غادي تبقى حياتك كاملة فيك ما تلاش من الزهر كينوض لكون شي كاف خيس ما تحاوش تعاند مع الكلاس راك نخريك انا الدم يلا واه على توريكا انا التغويته ديالهم على السلوغو اللي كان عندهم واد الدراري كيقولها بزاف سمعش قال لهم سمع خلاص راح نخريك انا الدم والكلاوي احنا يا رجال ماشي الدراري يلا احنا يا رجال ماشي الدراري وشي درمتي كيرا يلا شو مي سام لا لي ستوري كريب كانوا قدام عليك شي غالي في المو كنت كتشوف لي برك حال جمتك تشوف لي بالمو جمتك شديلو حتى الحلاق مجاك كتجيبو غير بدون اصفر شي مال قريب نقار بحال بكية طلوقي دوما كتشقرق بغي سطل مع الرقة فاني حيت بزاف حسو كاب حتى من سانكم طوال شكون مشهور بوسيب دير العاق موهال ما غاتش قباحش وخا تكون كاع فوتوكوبي ديال الدريك وخا تجمع شنانك ولا تشطح الهار لمشيك كلشي كاره باش 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 واو يو يو اش بان لكم صراحه دابا اش بان لكم دابا نتوما سمعتوا بجوج اش بان لكم نتوما انا صراحه المهم الديس ديال كلاس ا جميل لا بيورتي زعما ديك اللعيبه ديال الاولد سكول على حقو طريق ولكن راه كيما قلت في الاول ولد اس في بوس هذاك الديس كان بالنسبه لي خطير بزاف صعيب يتغلب في اي بيف غتحطو هذاك صعيب يتغلب بطريقه صراو بزاف ودو بيرسون فهمتي ماشي غير واحد راه ما ساهلاش راه ملي كتكون واحد راه سهل في البيف على جوج وخرجوا ديس بحال هذاك واعر بزاف تراك خطير جدا ديس ديال كلاس ا اول سكول نقي زوين مي ما كانش فيه شي حاجه اللي سبيسيال اللي تخليه يربح بزاف ديال لي بوين على الاخرين
على على الاخر الديسك ديال ديال شايفين بالنسبه ليا شايفين كيف هذا الراوند الاول. الراوند الاول 1-0 بالنسبه لشايفين. اش بان لكم نتوما؟ تقولوا لي الراي ديالكم اش بان لكم. اي بيان سور مي كنقول واحد ربح ولا شي حاجه كيبقى راي شخصي وغنحترم الاراء ديالكم. اي سا في با دير بان الديسك الاخر ما ديسك ما والو، غير راي شخصي. وموسيقيا كيف كنقول لكم ديس ديال شايفين جو لو بريفير على الديس ديال كلاسيكو. نتلاقاو في الراوند الثاني. Adiós.